المصري البورسعيدي يقنع ويمتع ويحقق 3 نقاط في غاية الأهمية بفوزه على النادي الأهلي بنتيجة 1-0. لو لسه ما عملت سبسكرايب للشانل ياريت تشرفني وتعمل وياريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون أول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا بإذن الله. أداء ولا أروع من المصري البورسعيدي، فوز مستحق على النادي الأهلي الكبير بنتيجة 1-0. أحرز الهدف هيثم العيوني بعد كرة عرضية متقنة من زميله التونسي أيضا إلياس الجلاصي. النادي المصري عمل كل شيء ممتع في كرة القدم، ضغط عالي، انتشار سليم، تسليم وتسلم متقن، سرعة في الأداء، ارتداد هجومي ودفاعي، كل شيء عمله معين الشعباني المدير الفني المتميز التونسي للنادي المصري البورسعيدي. قابل الأداء ده أداء ولا أسوأ من المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي بيتسو موسيماني. 0 في كل شيء. عن نفسي اول مرة في حياتي اشوف النادي الاهلي لعبته بتخسر كل الالتحامات الفردية اثناء المباراة. انتشار سيء، ميس باص كتير جدا، كرات مقطوعة من نص الملعب بترتد على النادي الاهلي بانفرادات صريحة للعيبة النادي المصري، هرجلة تكتيكية في فريق النادي الاهلي غير مسبوقة. انا مش هتكلم على طريقة لعب ولا ان بيتسو موسيماني اخطأ بانه حط محمد مجدي قفشة ناحية اليمين كجناح، وان محمد مجدي قفشة لما بيلعب جناح ما بيضغطش وما بيعملش دور الدفاعي. انا مش هتكلم على اي امور تكتيكية، انا هتكلم على اداء اللاعبين اثناء المباراة. اللعيبة فقد تماما للنمط بتاع المباراة، اداء بطيء وارتجالية غير مسبوقة. مين يصدق ان النادي الاهلي طوال 90 دقيقة اول كرة يوصل فيها لمرمى النادي المصري هي في الدقيقة 90؟ وانا هنا مش هتكلم عن اي اخطاء تحكيمية، لو عايزيننا نخش في جدال تحكيمه وان النادي الاهلي كان ليه ضربات جزاء مش هنخلص. انا هنا بتكلم عن الاداء التكتيكي والاداء الفني والبدني للنادي الاهلي اثناء المباراه. التحكيم وجهات نظر، لو هنخش في جدل تحكيمي وخناقات مش هنخلص ومش هنطلع بفايده في الاخر. خلوا الجدل التحكيمي للي عايز يتخانق فيه، اما احنا فبنتكلم بشكل فني. النادي الاهلي سيء جماعيا، مش غياب لاعب ولا اثنين ولا حتى 5 لاعبين ولا حتى طريقه اللعب هي السبب في الاداء السيء ده للنادي الاهلي. الفريق فاقد للنسق تماما، وانا بصراحه ما عنديش اي تفسير للحاله السيئه دي للنادي الاهلي. طبعا بيتسو موسيماني خرج بعد المباراه وبيقول انه الاجهاد، لان النادي الاهلي لعب في خلال اسبوع 3 مباريات، لعب مباراه الهلال السوداني وفاز بنتيجه 1-0، ولعب مباراه الاتحاد السكندري وفاز بنتيجه 1-0، والنهارده خسر امام المصري البورسعيدي بنتيجه 1-0، وكل ده خلال اسبوع. لكن هل اداء الاهلي كان امام الهلال السوداني كان مرضي للناس؟ هل اداء النادي الاهلي امام الاتحاد السكندري في الشوط الثاني كان مرضي للناس؟ هل الشكل البدني السيء جدا للنادي الاهلي النهارده سببه الضغط؟ ارجو من بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي البحث عن الاسباب الحقيقيه لسوء مستوى النادي الاهلي. النادي الاهلي داخل على مباراتين في غايه الاهميه امام الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. الاداء اللي ادى بيه النادي الاهلي خلال اخر 3 مباريات ليه مش مطمئن تماما قبل المواجهه المرتقبه مع الفريق المغربي الكبير. هزيمه النادي الاهلي النهارده اوقفت رصيده عند النقطه 31، لسه مازال متربعا على صداره جدول الدوري المصري، وليه كمان مباراه اقل من منافسي نادي الزمالك اللي استطاع الفوز النهارده على مصر المقصه بنتيجه 1-0 ورفع رصيده للنقطه 31 زيه زي النادي الاهلي، وايضا مباراه اقل من بيراميدز اللي بيحتل المركز الثالث اللي حقق الفوز النهارده على نادي غزل المحله بنتيجه 1-0 ورفع رصيده للنقطه رقم 29. نادي الزمالك النهارده قدر ان هو يتخطى المطب الصعب قدام مصر المقصة. ليه بقول المطب الصعب؟ لان نادي الزمالك اثناء المباراة تعرض في بداية المباراة احمد سيد زيزو اضاع ركلة جزاء في المرة الثانية على التوالي بعد ضربة الترجيح اللي اضاعها في مباراة منتخبنا الوطني امام منتخب السنغال في المباراة الفاصلة اللي كانت مؤهلة لنهائيات كأس العالم اللي خسرها منتخبنا الوطني للأسف الشديد. ايضا تعرض اشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك اثناء المباراة للطرد، الا ان نجم نادي الزمالك في الفترة الاخيرة المنقذ امام عاشور استطاع ان هو يسجل هدف اللقاء الوحيد علشان يفوز نادي الزمالك ويرفع رصيده زي ما قلت لحضراتكم للنقطة رقم 31 محتلا بها بالتساوي المركز الاول مع النادي الاهلي. المباراة الثالثة اللي كانت النهاردة جمعت ما بين بيراميدز وغزل المحلة، قدر نادي بيراميدز ان هو يفوز بنتيجة 1-0 بهدف لنجمه الشاب ابراهيم عادل. بيراميدز باذن الله بيستعد لي ايضا ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية، هيلاقي نادي مازيمبي الكونغولي في مواجهتين في غاية القوة أمام الفريق الكونغولي الخبير بالبطولات الأفريقية. الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بيرفع الحمل التدريبي للاعبين بعد تأجيل المباراة اللي المفروض كانت تكون
في الجولة ال 14 من الدوري المصري يوم 13/4 أمام المصري البورسعيدي بملعب برج العرب بالإسكندرية، لكن رابطة الأندية رضي الله عنها أجلت المباراة. الإسماعيلي هيستعيد في الفترة المقبلة بإذن الله لاعب خط الوسط محمود عبد العاطي دونجا اللي كان تعرض لإصابة بمسك في العضلة الأمامية، لكنه تماثل للشفاء وفي انتظار دخوله لتدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة بإذن الله. طبعًا محمود عبد العاطي دونجا كده كده مش هيكون متواجد مع النادي الإسماعيلي في مباراته المقبلة أمام إسترن كومباني بسبب حصوله على 3 انذارات هو وباهر المحمدي مدافع الفريق، وكان الجهاز الفني بيبحث ليهم عن بديل طوال الفترة الماضية. غدا بإذن الله عندنا مباراة في غاية الأهمية بتجمع بين مانشستر سيتي وليفربول في البريمير ليج. طبعا كل المصريين بيحبوا ليفربول من بعد انتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر وأسطورة كرة القدم المصرية لصفوف النادي الإنجليزي العريق. نادي مانشستر سيتي بيتقدم على ليفربول بفارق نقطة واحدة، والمباراة بكرة بإذن الله هتكون على ملعب مانشستر سيتي، مباراة في غاية الأهمية. إذا استطاع ليفربول تحقيق الفوز فيها هيرفع رصيده عن مانشستر سيتي بفارق نقطتين، أما في حالة تحقيق مانشستر سيتي للفوز غدا فهيقترب بشدة من تحقيق لقب البريمير ليج الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي. نجم الدوري الإنجليزي ونجم منتخبنا الوطني الأسطورة محمد صلاح بيحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 20 هدف بيقترب منه بشدة. الكوري الجنوبي سون هيونج مين مهاجم توتنهام اللي استطاع النهاردة في مباراة فريقه تسجيل الهاتريك، وصل رصيده من الأهداف إلى الهدف رقم 17. المباراة بكرة بإذن الله هتكون الساعة 5:30 قبل مدفع الإفطار بحوالي ساعة إلا ربع. مباراة مهمة جدا في مسيرة محمد صلاح السنة اللي بيسعى بكل قوة للمواصلة التألق هذا الموسم والحصول على لقب أفضل لاعب في العالم هذا العام. يا رب بإذن الله يقدر ويستطيع محمد صلاح ان هو ياخد لقب افضل لاعب في العام، حاجة عمرنا ما كنا نتخيلها في التاريخ. منافس محمد صلاح الاساسي هذا الموسم النجم كريم بنزيما نجم ريال مدريد اللي شغال هاتريك الله ينور في دوري ابطال اوروبا. خالص التوفيق لنجمنا محمد صلاح باذن الله، وليفربول ينتصر غدا يا ريت جماهير مانشستر سيتي ما تزعلش مني. لو لسه ما عملتش سبسكرايب في القناه يا ريت تشرفني تعمل، وياريت تفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان تكون اول واحد يوصله دايما كل الجديد بتاعنا باذن الله. شكرا لكم، السلام عليكم.